ازيك يا سنة أولى؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنراجع مع بعض درس مهم جدا في الجغرافيا، وهو تاني درس معانا في الوحدة، درس أخطار المياه والرياح. المرة اللي فاتت عرفنا الأخطار اللي بتظهر لنا من باطن الأرض. طيب أخطار يا ترى المياه بتبقى ايه؟ قالك أول حاجة الفيضانات، والفيضانات ده زيادة منسوب المياه عن معدلها الطبيعي في النهر، وده بيضغط على اليابس. طيب اسباب الفيضان، قال لك مثلا زي ذوبان الثلوج، حدوث عواصف او اعاصير، سقوط امطار او انهيار سدود. طيب ليها اثار سلبيه واثار ايجابيه، ومن اثارها السلبيه حدوث عدد كبير جدا من حالات الوفاه، تلوث المياه، تلف المحاصيل. اثار ايجابيه تغذيه خزانات المياه الجوفيه وازاله النفايات من مجرى المياه. طب ايه كمان؟ قالوا السيول. السيول مثلا دي تعتبر امطار غزيره بتيجي بتحصل في مكان معين فجاه، وبتتجمع في شبكه الاوديه المنتشره في الاماكن المرتفعه، ممكن يكون مثلا وادي جاف، وبتندفع بشده. من اثارها السلبيه ان بتدمر المباني والمنشات، بتدمر الطرق، بتعمل خسائر في الارواح، اتلاف في المحاصيل الزراعيه، تجريف تربه. بس انا في بعض الاساليب بتساعد ان انا اتحكم شويه في مخاطر السيول، زي ان انا ابني القرى بعيد عن مجاري الاوديه، احفر الترع، اعمل مصارف عشان انقل السيول بعيد عن الارض الزراعيه، اعمل سدود في مناطق الاوديه الجافه عشان لما يحصل السيل يبقى في حاجه بتقدر توقفه لفتره معينه من الوقت. الانهيار الجليدي ده يعتبر تحرك الجليد المتراكم على جوانب الجبال لأسفل بسرعة شديدة جدا. من أثارها السلبية ان هي بتدمر المباني والطرق والمنشآت، وبتعمل فيضانات، وبتقتل عدد كبير من البشر. دول يعتبروا المخاطر اللي بتتسببها المياه. طيب من مخاطر الرياح بقى، قالك الأعاصير دي بتبقى عواصف هوائية حلزونية ودائرية عنيفة جدا، بتنشأ فوق المحيطات، تندفع نحو اليابس، وتعرف بالأعاصير المدارية. من أثارها السلبية إن بتقتل آلاف البشر، وبتقتلع الأشجار من جذورها، وبتضر بالممتلكات، وبتعمل فيضانات، وبتؤدي لارتفاع أمواج البحر وطغيانها على اليابس، زي إعصار ساندي المدمر اللي حصل سنة 2012 في الولايات المتحدة الأمريكية. طيب بكده احنا نبقى عرفنا أهم المخاطر اللي بتسببها المياه والرياح. يا رب تكونوا استفدتوا، واشوفكم في فيديو تاني. باي باي.